عجبكم؟ شوف مالتي الساعة سعيدة لأن أنا سعيد، بس هذه الساعة تعرف أنا شقد كتلت على مود أجيب هذا اللون. هذه الساعة تعرف أن أنا كتلت أكثر من 1880 واحد على مود هذا اللون. أوكي صاروا 1881. 1881 عائلة فقدوا واحد عزيز عليهم. هالقد ما كتلت بهذا السنايبر أحس إذا أسحب الطلقة يطلع لي إصبع واحد مقطوم. بس هل هو يستحق هذا اللون؟ هل هو يستحق كل هذا التعب، كل هذه التضحيات، كل هذا الدم؟ فهذا الشيء أخليه عليكم، كتبوا لي رأيكم، قولوا لي هل هو يستحق كل هذا؟ بس هسه راح أراويكم اللي سويته كله، راح أراويكم اللي ساعة شافته، راح أراويكم الدم اللي انسفك على مود أجيب هذا اللون. خلنا نرجع شوي بالزمن. Holy shit! يوم يا حجم جبتهم دبليتو. قبل ما ابدي الشرح وشون جبت هذا اللون، احب اقول لكم انه سويت مثل ما ردتوا، سويت لكم ديسكورد على مود اي واحد يجي عاجبه انه يلعب مثلا ويا الواعي بكول اوف ديوتي من هاي الامور، فخليه يدخل هذا الديسكورد، حاط الرابط مالته بالدسكربشن. ان شاء الله الثانيه اذا الله وفقنا والنت بعده زين، فسويت كل اعدادات البثوث، فيوم راح اسوي على الفيسبوك ويوم راح اسوي على اليوتيوب، والبث يبدي من الساعه 12 بالليل الى الساعه 2:30 الفجر، ووراها بث ثاني من الساعه 3 الى الساعه 5.
طبعا كل هذا يصير بس اذا يعني الله وفقنا وما صار النت بي زبالة، انه تعرفون النت بالعراق كلش زبالة احشاكم. الموضوع الثاني اريد اعرف اذا عجبكم هذا الفيديو، واذا عجبكم الستايل مالتي والطريقة التقديم من هاي الامور فكتبوا لي بالكومنت. واذا وصل هذا الفيديو اكثر من 400 لايك فراح انزل لكم فيديو ثاني بنفس اللون وبنفس السنايبر بس بالوارزون، وعدد كلات كلش عالي، متأكد راح يعجبكم كلش واي. فاذا يعجبكم هذا الشيء حطوا لايك للفيديو، فعل جرس الاشعارات على مود يوصلكم فيديو بس انزله، واذا ما عجبك فحط ديسلايك واكتب لي الكومنت مالتك وانتقدني بشكل بناء على مود استفاد من انتقادكم ونزل لكم شيء احسن واحسن. يلا هسه ننتقل انه شلون حصلت هذا اللون. اول شيء لازم تفتح اللون الذهبي مال السلاح، وعلى مود تفتح اللون الذهبي مال السلاح لازم تفتح كل الالوان الخاصه به اللي هي كل وحده تحتاج مشن معينه. من تفتح اللون الذهبي راح تنفتح لك المشن مال هذا اللون، والمشن هي انه لازم تقتل 15 واحد على الاقل عمود تنحسب لك مره، ولازم تسوي هذا الشيء 125 مره. بس مثلا انت دخلت ماتش وقتلت 15، وراها ال 15 صارت 25 واحد، تحتاج بعد 5 على مود تصير 15 ثانية وتنحسب مرتين. فانت بس تحصل 15 مثلا وصلت 20، الماتش الجاي راح يحسب لك اللي ورا ال 15، مثلا كانت ال 5 راح من تقتل 10 راح تنحسب لك هاي المشن، اوكي؟ راح تنحسب لك مرة ثانية. فمن كنت اقول لكم ان انا قاتل اكثر من 1880 واحد على مود اجيب هذا اللون، فما كنت ابالغ ابدا يعني. وهذا الشيء صار بيومين بحيث ايدي قامت توجعني هالقد ما ارمي على هذا وهذا وهذا. وكل هذا التعب سويته على مودكم، على مود تعرفون ان انتم ما تضيعون وقتكم يم يوتيوبر اعتيادي او يوتيوبر منا ومنا هذول المستنسخين. ان انا ما احب اكون مستنسخ، حب اكون مثل ما اني وبطبيعتي وبعفويتي وبكل شيء، حتى مرات اغلط عليكم كذب كذب دا الشاقة. واذا اغلط عليكم طبعا من باب الميانة، لانه ما احب اعتبر المتابعين كادوات عندي، احب اعتبركم كناس او جمهور يباع علي وناس يهموني كلش، واحب احكي وياكم من قلب القلب مثل ما يقولون، ما احكي برسميه زياده وعود ومدري شنو واسوي روحاني في الشيء. لا انا عندي هواي غلط وعندي هواي سوالف، وكل جيم اطلع قدامكم حتى من اغلط ومن اسوي هاي السوالف، ما احب اطلع بمظهر مقدس، احب اطلع مثل ما اني وبس. فاي هسه دوخت راسكم كل شويه ادري، بس حبيت احكي وياكم واسولف وياكم من واحد لواحد مثل ما نقول، وهذا كل شيء عندي. اسرح اعوفكم ويا مقطع صغير هيك جيم بلاي خفيف على المعدة، كان وياكم عليك سوانا مثل ما تعرفون، وسلام. وقعت واحد باع لي من اي حلو، هذا باع لي اسره، هذا داعش صعبة، داعش صعبة قدامي. طويلي الله. شنو السالفة يا معودين؟ شدك كذي. شنو؟ ها تن بعدك عايش. ايش ايش لا يا الله، دير بالك دير بالك سين، اكو واحد قريب. احنا متنا هلا فوق. شنو وين ميلا عنده شوفني؟ تعال منا خلينا نجيب دروعه منا، سيفور اكو دروعه، هاي سي فور ثاني، هذا لك هذا لك اخذه. جواد على اليسرى ايش درا مالته؟ ها 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 دقع قتلته والبان وينه؟ تعال اصعد فوق، اصعد 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 قتلته، بس اصعد والله.
ذا الستي والله فوت.